يا للعبس، وصباح الخير وصباح الأنوار. المتطرفين يهنئوا المسيحيين بطريقتهم الجميلة وكالعادة. الأنبا مكاريوس أتابع بقلق هجوم المتطرفين على منازل الأقباط المسيحيين بقرية الفواخر بمركز المنيا. كتب نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا أن أقباط قرية الفواخر بالمنيا يتعرض الآن والحين لهجوم شديد من قبل متطرفين، وتم حرق عدد من المنازل ومنع سكانهم من الخروج، حرقوهم ولعوا فيهم وجوه بيوتهم. وكتب نيافته تويتا قال فيها: أتابع بقلق بالغ هجوم المتطرفين الآن على منازل الأقباط المسيحيين في قرية الفواخر ومركز المنيا، واحتراق عدد كبير من المنازل ومنع سكانها من الخروج، وقد أبلغنا المسؤولين بالاعتداء المتوقع ووعدونا باتخاذ اللازم، ونثق في سرعة التحرك. يذكر أن الاعتداء بسبب شائعة عن بناء كنيسة بالقرية. هيبنوا كنيسة ازاي؟ هيبنوا كنيسة؟ وحتى الآن لم تتحرك الأجهزة الأمنية لإنقاذ الموقف. ماذا يحدث؟ وما الذي نقوله؟ لا شيء، عاجل جدا تحرك لقوات أمن المنيا لوقف هجوم المتطرفين على الأقباط المسيحيين بقرية الفواخر بسبب شائعة بناء كنيسة. يا حول الله يا رب، شكلهم كده وكانوا هيبنوا كباريه ولا ايه، مش عارف انا والله. المنيا تحركت منذ قليل قوات امن المنيا وبرقتهم نائب محافظ المنيا الى قرية البواخر بمركز المنيا بعد وقوع اعتداءات منذ قليل على اقباط القرية من قبل المتطرفين بسبب شائعة عن بناء كنيسة بالقرية. هيبنوا كنيسة، حاجة غريبة قوي. وهاجم المتطرفون منازل الأقباط بالحجارة والهتافات الله أكبر الله أكبر، وتم إشعال النيران في عدد من المنازل وسط صرخات النساء والأطفال. واستمر الهجوم لفترة طويلة قبل وصول قوات الأمن. هؤلاء أطفال يا شباب ونساء. كتب نيابة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا أن أقباط قرية الفواخر بالمنيا يتعرضون الآن لهجوم من قبل متطرفين، وما زاد المتطرفين هنا وهناك وفي أماكن كثيرة، وتم حرق عدد من المنازل ومنع سكانهم من الخروج. وكتب نيافة تويتا قال فيها: أتابع بقلق بالغ هجوم المتطرفين الآن على منازل الأقباط في قرية الفواخر مركز المنيا، واحتراق عدد كبير من المنازل ومنع سكانها من الخروج، وقد أبلغنا المسؤولين بالاعتداء المتوقع ووعدونا باتخاذ اللازم ونسق سرعة التحرك. ويذكر أن الاعتداءات بسبب شائعة إنهم كانوا هيبنوا كنيسة بالقرية. حاول ولا قوة إلا بالله، إزاي عايزين يبنوا كنيسة؟ مش عارف أنا والله. وحتى الآن لم تتحرك الأجهزة الأمنية لإنقاذ الموقف. حمى الله مصر من كل شر من الأقباط، متحدون. ولكن رواد التواصل الاجتماعي: تجاهل الحكومة احتفال الأقباط بعيد القيامة، واعتبروه أجازة رسمية سنوية وهو عيد العمال. رواد التواصل الاجتماعي: المسيحيين يسخرون من تجاهل الحكومة. بل ليس المسيحيين، بل الشعب المصري، أن الحكومة تتجاهل احتفال الأقباط بعيد القيامة ومطالب باعتباره أجازة رسمية سنوية. عيد القيامة سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قرار الحكومة اعتبار يومي الأحد 5 مايو والاثنين 6 مايو أجازة رسمية بمناسبة عيدي العمال وشم النسيم، وتجاهلوا احتفال الأقباط المسيحيين بعيد القيامة المجيد الموافق الأحد 5 مايو. قال الكاتب والمفكر ماهر يوسف عبر حسابه على الفيسبوك: كل سنة والإخوة العمال بكل خير، وعيد مجيد للإخوة العمال، الإخوة العمال شركاء الوطن.
شركاء، بينما علق إسحاق إبراهيم الباحث ومسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على القرار قائلا: هنقول الحكومة خايفة، وإلا الحكومة مكسوفة، ولا الحكومة بتتجاهل حبايبنا السلفي، بتجامل حبايبنا السلفيين ومن على شكالتهم، ومش عايز او عاوز تكتب في قرارك وبيانها ان الحد 5 مايو هو عيد القيامة، يعني ربنا نفخ في صورتها وحبت تعمل بنت كويس وترحل يوم اجازة عيد العمال الى الحد اللي هو عيد المسيحيين. طيب ما تكمل وتكتب انه يافق عيد القيامة لقلة القيمة. هنقول الحكومة خايفة، ولا الحكومة مكسوفة، ولا الحكومة بتجامل حبايبنا السلفيين ومن على شكلتهم. في جانب اخر، طالب هاني صبري لبيب المحامي رئيس مجلس الوزراء اعتبار عيد القيامة رسميا اجازة رسمية سنوية لكل المصريين، كما هو الحال في اجازة عيد الميلاد المجيد. وكل عام والشعب المصري العظيم طيب بخير. يا حبيبي اتكلم زي ما انت عايز، عيد القيامة غير معترف به نهائيا عند الإخوة المسلمين. وأضاف في تقديري الشخصي أن اعتبار عيد القيامة المجيد أجازة رسمية لا يعني الاعتراف بمناسبة العيد من قبل الحكومة، فالأمر ليس له أي أبعاد دينية أو سياسية، لكن يعني مشاركة أبناء الشعب المصري الواحد في التهاني بالأعياد. نطالب رئيس مجلس الوزراء اعتبار عيد القيامة اجازة رسمية سنوية لكل المصريين، كما هو الحال في اجازة عيد الميلاد المجيد. وكل عام والشعب المصري بخير. في تقديري اني عيد اعتبار عيد القيامة المجيد اجازة رسمية لا يعني الاعتراف بمناسبة عيد من قبل الحكومة، الامر ليس له ابعاد دينية او سياسية، لكن يعني مشاركة ابناء الشعب المصري الواحد بالتهاني بالاعياد. وبالسطور رصدنا بعض تعليقات رواد السوشيال الاجتماعي او السوشيال ميديا لم يذكروا عيد القيامة، ما قالش عيد القيامة. غضب قبطي مسيحي بعد بيان الحكومة بان 5 و6 مايو اجازة رسمية بمناسبة عيدي العمال وشم النسيم. يوم الاحد 5 مايو اجازة عيد القيامة المجيد مش عيد العمال. كل سنة وانتوا طيبين يا مسيحيين. يوم 5 مايو اجازة رسمي عشان عيد العمال مش عيد القيامة. البلد بتعيد على الشيوعيين واحنا لا. معلق ساخرا انه عيد العمال المجيد هو مش السنة اللي فاتت كان اسمه عيد التكدس، ما ترس على بر، ولا هو كل سنة باسم جديد. وعموما 5 مايو عيد القيامة المجيد عند الاقباط المسيحيين شاءت حضرتك ام ابيد. ماشي يا عم نمشيها عيد العمال، فاذا لم تستحي فافعل ما شئت، وعيب كبير وخطأ فادح لو قلت عيد القيامة ومرة نسميه لعدم التكدس. وده بيان من مجلس الوزراء نفسه، يعني مش اي حد، يعني وصلنا المرحلة لها يحمد عليها. شكرا ليكم بجد، احنا ما بقناش لينا اي اعتبار كده. لماذا تتجاهل رئيس الحكومة ذكر عيد القيامة من قرار الاجازة من عيد التكدس لعيد العمال؟ مين يضيع ولا مين يصيغ بيانات الحكومة للمرة التانية؟ رئيس الوزراء مش قادر يقول ان هو عيد قيامة مرة في 2021 علشان التكدس، والسنة دي عشان عيد العمال. بقرارين من رئيس الوزراء الاحد 5 مايو والاثنين 6 مايو اجازة رسمية بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، اصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارين. الاول بان يوم الاحد 5 مايو هو عيد اجازة رسمية بمناسبة عيد العمال بدلا من يوم الاربع الاول من مايو، والتاني بان يكون الاثنين الموافق 6 من شهر مايو اجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم. ونص القرار على ان يكون يومي الاجازة مشروع الاجر للعاملين في الوزارات الحكومية والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام. يا رب ارحمنا 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 بقى، ارحمنا يا رب، انزل يا رب كده بسلامك يا ربي وداخلك يا ربي، اجعل الحب يهول جوه وطننا مصر، وابعت يا رب ابعد يا رب التعصب الاعمى اللي يغول ويتجول
كل يوم بزيادة عن اليوم اللي قبله. شكرا لكم احبائي واعزائي، اتمنى لكم الخير. لو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة.